تيجي نبدأ كده ونعمل فلاش باك بلغة السينما ونرجع زمان شوية. انت مواليد مغاغة في المنيا مظبوط؟ لا انا اتولدت في القاهرة. ابويا من مغاغة من المنيا. انا اتولدت في 7 حارة السايغ اسم الخليفة. كلمني كده عن البداية والاب والام في حياتك. شوف انا اتولدت في بيت ما فيش حد غريب غير الخياطة بتاعت البيت فقط لا غير. هو كان دورين، الشقة بتاعتنا اللي فوق 7 اوض وفيها صالة كنت بلعب فيها كورة. وكان عايش مع عمتي الله يرحمها وعمامي الاثنين الله يرحمهم. فكان عندنا محل بقالة في الخضيري، ده بتاع عمي الكبير. عمي الصغير عمي اسماعيل ده عنده ورشة نجارة، لو ده مثلا الأعلى في الرجولة. وما لقيتش لعمي زوجة، ما اتجوزش يعني. عرفت بعدين ايه اللي حصل يعني. وعمي الكبير مراته ماتت، عمتي ألف رحمة ليها. عمي الكبير عنده 7 ولاد وبنات، وانا واختي عواطف ادي 2 من ابويا 9. عمتي بتربي 9 ايتام ما شاء الله، وبنت عمتي في الدور المسروق تحت وجنبيها الخياطه دي. وتحت في البيت مخزن كبير كان فيه حوش، في الوش فيه المخزن بتاع اليميش وال يعني البقاله المخزون. وعشان كده الى الان احب ريحه البقاله، يعني الجبنه الرومي القديمه البتاع دي بتمثلي، وريحه الخشب عشان عمي اسماعيل كنت اروح معاه الورشه وهو بيقطع الخشب. ف عايش وفاكر انا اني عمي اسماعيل ده هو ابويا لحد اولى ابتدائي. وطبعا رحت الكتاب وانا صغير وكله اولى ابتدائي بيتمموا على الفصل محمد جابر محمد، ما ردتش محمد جابر محمد، ما ردتش. الاستاذ من عندنا من هناك قال لي انت محمد جابر محمد؟ قلت له لا انا نور اسماعيل، انا اسمي في البيت نور فعلا يعني. قال لي من النهارده اسمك محمد جابر. فرجعت البيت سالت عمتي الله يرحمها، اضطرت تقول لي ان انا والدي مات عندي 9 شهور، وليا اختي الاكبر مني عواطف اكبر مني بخمس ست سنين بس، واني عمي اسماعيل ده مش عمي مش ابويا، واني بقيت محمد جابر محمد من اولى ابتدائي في مدرسه احمد بن طولون. طب علاقتك بعمك اتغيرت بقى في اللحظه دي؟ لا لا خالص، حسيت ان ده مش ابوك ده عمك؟ لا لا خالص نهائي. وعرفت فيما بعد كمان ان ليه هو متجوز. هو كان متجوز يوم ما ابويا ما مات، مراته عايزه تسيب البيت. عم اسماعيل الله يرحمه جاله في الحلم ابويا واداله جوز حمام، قال له خلي بالك منه يا اسماعيل. فمراته اصرت على الطلاق، قال لها مع السلامه يعني هتسيب البيت. وعاش يربيني انا واختي. وبعد كده عمي الكبير مات، فعاش يربي التسع ايتام دول كلهم. كان عندنا غيط حمام وهو اللي علمني غيط الحمام. واول مره يطلع غيط حمام في فيلم مصري مع محمد خان طلعه في فيلم ليحيى الفخراني. انا لاني خدت محمد خان البيت في السيده ووريته الغيه فوق السطوح، اما نقلنا بعد كده السيده زينب. فخرج ولم يعد. فاحنا هنا البيت في السيده الى الان موجود يعني، بس مش بتاعنا يعني اتباع. كان بجد قد كده البيت كبير ما فيش سكان الا احنا. كان عمي الكبير عمي امين الله يرحمه اللي هو بتاع البقاله، ابويا كان بقال مع عمي. طول ما هو في البيت، البيت صمت صمت مخيف، وكنت انا الوحيد اللي بفطر معاه يوم الجمعه. يعني دخلوا له الطبليه وانا الوحيد، لان انا اليتيم، اقعد معاه واكل البليله والفطار معاه. هو يخرج الصبح الراديو يتفتح، ما كانش فيه تلفزيون، الراديو يتفتح وبقى بند الصوت يعلى من دوشه مخيفه. فتربيت في البيت ده بشكل الحقيقه قد كده فيه العادات والتقاليد واسره واحده وتضحيه عمي اسماعيل وعمتي. عمتي دي نموذج رائع اخر يعني للمراه اللي بتضحي بحياتها عشان تربي اولاد اخواتها. فين بقى والدتك في المشهد السينمائي الجميل اللي حصل؟ انها طبعا كان صعب تعيش معنا في نفس البيت، فكانت ساكنه في حاره جنبينا وكانت صغيره يعني. ابويا مات 26 سنه، يبقى هي مؤكد كان عندها 19 سنه صحيح او 20 يعني. فبعد فتره اتجوزت، كنت بروح اشوفها يعني لان البيوت قريبه من بعض يعني. اتجوزت، اما اتجوزت دي عملت لي شرخ كبير يعني، عيل صغير يعني. ف يعني اما كنت اروح عمرو عند الحلاق
في قصاد محل البقاله بتاعنا في الخضيري، ناسي اسم الحلاق الله اعلم عايش ولا الله يرحمه، فبيحط لي كرسي فوق الكرسي طبعا عشان يحلق لي. فالزباين تخش مين الصغير ده، يقولوا ده ابن المرحوم جابر الف رحمه ونور عليه، ويتكلموا عنه بطريقه مثاليه مثاليه بجد يعني. فاما والدتي اتجوزت وطلبت تشوفني، عمتي رفضت في الاول لانها عمتي ضحت يعني صحيح. انفصلت عن جوزها عشان تربي 9 ايتام، فهي ما تفهمش ان واحده جوزها مات تسيب ولادها وتمشي يعني. ففضلت رافضه فتره لحد ما يعني سمحوا لي ان انا ازور والدتي. اما زرت والدتي حسيت بغربه كبيره الحقيقه، يعني انها اتجوزت واحد تاني غير ابويا، وخصوصا صوره ابويا في دماغي مثاليه من كتر كلام الناس الغرب يعني مش جوه البيت. ففضلت علاقتي بوالدتي علاقه بارده مش قويه يعني. يعني بروح لها وانا مش علاقه الابن بالام. الى ان بدات ادرس مسرح وانا عندي 17 سنه. عرفت انها كانت معذوره وانها كان لازم تتجوز. يعني الواحد وهو صغير ما عندوش درايه، ما عندوش يعني ما يقدرش يقدر السلوك الانساني واحتياجات الجسم. فما بدات ادرس بقى فرويد ومسرحيات العالميه وي عرفت قد ايه ان انا ظلمت والدتي الله يرحمها. عملت ايه لما حسيت بيه؟ لا رجعت بقى العلاقه طبيعيه، بقت اروح لها كتير وهي بقت تجي لي بعدين لما اتجوزنا. فبس حسيت بالذنب، انا بذكر ده بكل الصراحه معاك دلوقتي عشان اي طفل صغير ما يتسرعش، وكمان الاسر بقى يعني الباقيين ان هم من حق الام انها ما دام جوزها مات وهي صغيره من حقها تتجوز تاني يعني. يعني ربنا ما قالش انها تعيش راهبه يعني، في ناس بتختار زي عمتي انها تعيش راهبه هي حره، لكن الباقيين حرام تظلم يعني. فبالتالي من الظلم انك تعمل شرخ بين الولاد والام او الولاد والاب لا قدر الله لو حصل طلاق يعني، والولاد بقوا مع الام حرام تشوه صوره الاب، لو الولاد مع الاب حرام يشوه صوره الام، لان في النهايه العلاقه بالام بالذات الام بالذات لازم تكون علاقه قويه جدا، لان هي اللي بتحس بيك قبل اي حد. لما اكتشفت ان والدك ربنا يرحمه جابر طلبت تزور قبره؟ طبعا. لا احنا العادات دي يعني انت ما كنتش تعرف قبل كده؟ لا ما كنتش اعرف لان انا بس كنت وانا صغير احنا عندنا العادات بتاعتنا يعني. اللحظه النقطه التحول دي في شخصيه نور الشريف او محمد جابر لما بيعرف ان ابوه ده مش ابوه اللي قاعد معاه في البيت، وان ابوه ده عمه واللي ابوه ميت زرته في طبعا ليه احنا بس احنا عندنا العادات عندنا القرف. كان ايه بقى شعورك وانت بتزور ابوك لاول مره وبتكتشف انك انت يتيم وان ابوك ميت؟ ما لا ما كانش فيه احساس كبير لان انت اصلا ما بيمر الوقت على اي حدث مهما كان ضخم العواطف بتقل. لكن احنا كمان احنا من عاداتنا لا انساها يعني في العيد الصغير والعيد الكبير نعمل القرص والحاجات والبلح والبرتقال ونطلع بسبته نبات في القرف. يعني القرفه بتاعتنا في سيدة نفيسة فيها اوض، فيها 3 اوض وحمامات فوق ننام فيها، والصبح نوزع الرحمه والمقرئين يجوا. فاساسا زياره القبور عندنا في عيلتنا دي كان جزء، فبالتالي يعني انا كنت بروح في السنه مرتين على الاقل. اليتم بقى في حياتك، يعني انا شايف ان دي شخصيه يتيم، ابوه ميت ايوه، امه مش عايشه معاه ومتجوزه حد تاني. هل حسيت باليتم؟ هقول لك انا ما حسيتش باليتم لان عمامي عاملوني احسن معامله. كنت بتقول له يا بابا ولا بتقول له؟ لا يا عمي بقى خلاص. لكن احساس غريب يا عمرو، يعني انا ما اعرفش هل ده عندي كل واحد كان يتيم ولا انا بس، انك لما تعرف ان دول مش ابوك ينتبك احساس بعدم حقك في الطلب، ان مش من حقك تطلب حاجه. صح. فدي قاتله للحقيقه يعني، باكد لك مش بقول مجامله يعني، بتكلم بمنتهى الصراحه. عمامي الاثنين ولاد عمي عاملوني احسن معامله ما عدا حبي للتمثيل والرسم يعني والكورة. فكانوا يتضايقوا مني يعني يقولوا دقني هي لو نجحت، وكنت بنجح الحمد لله يعني، لاني بلعب كورة وبرسم في البيت وفريق الموسيقى في المدرسة وفي المسرح في المدرسة، يعني كل الهوايات كنت بعملها يعني. فأنا عمامي ما بخلوش عليا، لكن فضل جوايا هذا الإحساس إني مش من حق أطلب. هما ما كانوش بيخلوني أطلب الحقيقة يعني، هما كانوا بيجيبوا لي في الأعياد لبس جديد وكل حاجة. أختك؟ لا، اختي دي اعظم انسانه في الدنيا. اصغر منك؟ اكبر منك. اكبر منك. هي في اسكندريه دلوقتي.
مخلفه بسم الله ما شاء الله ولاد وبنات وبقوا اتخرجوا من الجامعه وبقوا مهندس محمد ورانيا. بس كانت شركتك في الحياه دي كلها في هذا هي ما هي خضم للمشاعر الانفعاليه هي قامت وحاله اليتم اللي موجوده. هقول لك هي قامت مع عمتي بدور الام يعني عواطف بالنسبه لي اختي وامي لان عمتي هي كانت بتربي الكل فكان عواطف لانها اكبر مني بكام سنه 5 سنين ولا بتاع 6 سنين يمكن كنت احس انها هي امي مع عمتي وما زال ربنا يديها الصحه كانت عيانه الايام اللي فاتت يا رب تبقى بخير يا عاطف ربنا يشفي يا رب يا رب يا رب باذن الله. لحظه وفاه والدتك اوصفها لي. انت مش هتصدق لحظه وفاه والدتي كنا بنصور فيلم الكرنك مع بابا وكنا دخنا عشان نجيب تصريح التصوير جوه مجلس الشعب وبدينا كام ساعه فهو مشهد صغير يعني وفي نفس الوقت في المشهد اللي بخش محل الجواهرجي اشتري الدبل انا وسعاد سعاد حسني الجواهرجي كان في العجوز فبلغوني طبعا جالي زلزال يعني ما بدات احبها وافهمها ماتت والله يا عمرو رحت ادفنها وانا سايق العربيه الناس ما تعرفش ان امي ماتت ما انتشرش في الجرايد ولا بتاع دفنتها ورجعت الاوردر يعني لان ما تقدرش مش هنعرف نجيب تصريح تاني جوه مجلس الشعب ولا يعني بما اني هتعمل ثوره مجلس الشعب يبقى تصور الجواهرجي جنبيه مشاهدين صغيرين فتخيل انك بتعمل مشهد شراء دبل لفرح يوم ما والدتك تموت وبعد كده رحت العزاء بالليل يا صعب قوي جدا جدا وعشت دي مع عبد المنعم ابراهيم الله يرحمه مراته ماتت وهو بيمثل في المسرح اصر يفتح المسرح يومها ما يقفلش تفتكر الفنان فعلا يقدر يفصل يعني كتير من الفنانين كان لسه الاستاذ عادل امام بيقول لي والده توفى هو على خشبه المسرح وطلع قال للناس ابويا النهارده مات هل يقدر الانسان يفصل يعني هل تقدر انت كنور الشريف وانت بتمثل ويجي لك خبر مؤلم زي ده انك تروح تدفن والدتك وترجع تاني تكمل ولا مشاعره تختلط هقول لك هو بيبقى نوع من الهروب من الصدمه يعني انت حابب تشتغل عشان مش عايز تواجه الصدمه يعني انت بتهرب من انك تواجهها فبتاجل ده بان في شغل لازم يتعمل وبتاجل اكتشاف الصدمه دي لبعدين فانا يعني يومها لكن مؤكد وانت شغال ما بتبقاش طبيعي مؤكد يعني ما بتبقاش بروح اللحظه ما بتبقاش بملامح الشخصيه اللي انت بتمثلها لكن بعد ما خلصت اليوم واختليت بنفسك ايه اللي حصل؟ هقول لك كنت وانا صغير بجمع المسرحيات العالميه وكان مجله المسرح بخمسه ساق انا كان مصروفي 10 ساق في اليوم المجله بتطلع مره في الشهر ومسرح العالمي بخمسه ساق فعملت اكبر مكتبه في حياتي وانا عيل صغير لسه يعني في الاعدادي والثانوي معظم المكتبه بتاعتي يعني لان بخمسه ساق الكتاب الاكبر كتاب كان ب 20 قرش وانا للحقيقه على ذكر ده بشكر سيده سوزان مبارك على مشروع مكتبه الاسره مش نفاق ومش مجامله انا دلوقتي بدور على الكتب بشتريها الكتب رخيصه جدا فعلا مستحيل مظبوط صحيح يعني ده شيء يعني انا بشوف انها اكبر خدمه موجوده في مصر يا ريت الناس تقرا بس لان كمان عاملين شيء عبقري يعني مش اي كتب مظبوط لا فيعني فانا قريت لشاعر تركي اعتقد اسمه هو عبد الحق حامد كان كاتب ديوان رساء في زوجته هم كانوا مترجمين جزء منه وانا في اعدادي فلا انسى ان هو عامل مدخل ديوان الشعر بيقول رباه ما اسود الشمس لان زوجته حبيبته ماتت وفي الاخر قايل بيت يخوف بس هو الحقيقه ليت الارض هي كل قبر الحبيب إلا أن النسيان قبر آخر وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان عنده هذه الصفة أنه ينسى وإلا الحياة تبقى كئيبة مش يعني كل واحد يقف مكانه أي أزمة يعدي بيها أي رحيل عزيز عليه ينتحر أو يقف مكانه فطبعا أزمتني وبقى انتبني احساس بالذنب ان انا ظلمتها وانا صغير بس ما كانش في ايدي يعني وقت ما عملت ده كنت معذور ما كنتش اعرف ولا واعي
طيب يعني يمكن خدنا فترة الدراسة والفترة العائلية، لكن مرة واحدة محمد جابر بدأ بقى بيحب الكورة وراح انضم لفريق أشبال الزمالك. ليه مش الأهلي أولا يعني؟ أقول لك على حاجة غريبة. أنا ولاد عمي كلهم أهلوية، فيبدو أن أنا عنيد فحبيت أبقى مختلف. يعني هي جديرة بالبحث على فكرة حكاية حب النادي، يعني ما تعرفش ليه ده بيحب النادي ده وعيط عشان وما يتغلب. ما تفهمهاش، انا اهلاوي وابني زملكاوي ما اعرفش يعني بالظبط. فانا يبدو انه كان عندي مني مع اولاد عمي ان كلهم اهلاويه. واحكي لك حاجه غريبه، اللي هي ابن عم اللي كان واقف في محل البقاله مع عمي امين اسمه احمد الله يرحمه، ابنه ضابط شرطه دلوقتي نائب مامور اعتقد. فاحمد ابن عمي ده جاله اللوز وكان يومها ماتش الاهلي والزمالك على ملعب الاهلي، ورحت ورهننا بعض انا وهو. كان عمي مريض قوي، عمي امين الكبير ابو احمد مش عمي اسماعيل. الاهلي كسب الزمالك وانا راجع سمعت صويت وعياط قصاد البيت، فقلت يبقى عمي يعني الله يرحمه ربنا يريحه من المرض يعني. فافاجئ ان ابن عمي احمد ده مات عن 26 سنه باللوز، وساب ولد وبنت. يعني ابويا مات 26 سنه وسابني انا وعواطف، احمد مات وساب ولد وبنت. هو أسامة كنا مسمينه في البيت، هو اسمه الحقيقي سليمان أمين سليمان وأخته. وده ربكني في حياتي فترة إن الرجالة في العيلة دي بيموتوا عن 26 سنة، فأجلت جوازي من بوسي اللي بعد 26 سنة. والله خوف. كان عندك وسواس؟ كان عندي وسواس. لا ما بخافش من الموت إلى الآن ما بخافش، لكن ربنا بيبعت للناس علامات يعني. يعني معقوله يعني اثنين في 26 سنه يموتوا وكل واحد يسيب ولد وبنت؟ فقلت لا يعني ما اظلمش بوسي ان انا نتجوز ونخلف ويكون ربنا رايد ان انا اموت وانا صغير. فخليت الجواز وانا عندي 27 سنه. طيب دخلت اشبال الزمالك ما كملتش ليه بقى؟ هقول لك، في اشبال الزمالك الحقيقه كان خدوا من عندنا من الحاره من شارع محمد عنايه في سيدي زينب، كنا نقلنا من طالون بقى، كنا بنينا عماره كلها اولاد عمي يعني فيها يمكن ثلاث شقق او اربعه، منهم الله يرحمه حافظ امين المخرج كان ساكن في البدروم تحت. واولاد عمي كلهم بقى ساكنين في باقي الشقق، وعمي امين في شقه وانا وعمي اسماعيل وعمتي في شقه واولاد عمي كل واحد شقه. ف خدوا من كنا بنلعب كره شراب وبنلعب كره التنس كمان. دي على فكره كره التنس دي رغم انها صغيره بتكسب لياقه فظيعه في التحكم. فروحنا قدمنا في الزمالك، خدوني انا واثنين معايا وبدات ابقى شبلي في الزمالك. كان هوايه التمثيل تغلبت عليا. حتى ابو كفه؟ لا مش للدرجه. لا كنت غاوي ترقيص، وكان المدرب دايما يزعق لي علي شرف اني بطل ترقيص بطل ترقيص. فاما قدمت في المعهد كان صعب الجمع بين المعهد واني بشتغل كومبارس بالليل عشان اجيب مصاريف المعهد. اشتغلت كومبارس؟ اه طبعا. في ايه بقى كومبارس؟ في ايه؟ اشتغلت مثلا وانا طالب في المعهد مسرحيه اسمها الزلزال. مع مين؟ بطلها احمد سمير الله يرحمه المذيع. وكانت اخراج الاستاذ جلال الشرقاوي. كان بطوله احمد سمير ونوال ابو الفتوح ومجموعه كبيره. اشتغلت كومبارس ورا صلاح السعدني. ورا صلاح السعدني؟ ايوه. في سهره اسمها الامتحان اخراج السيد انعام محمد علي. كان صلاح والاستاذ توفيق الدين. كومبارس يعني ايه؟ بتقول كلمه قلت جملتين. قلت جملتين لا تطفي الشمس، ما قلتش يمكن كلمه واحده. كنت صامت. كومبارس صامت. لكن في السهره دي قلت جملتين. في حاجات كتير اشتغلت في المسرح سبيل الحريه اللي هي تاليف عبد الناصر، وتعمل لها اعداد مسرحي كان بطوله عزت العلايلي. كنت بقى انا وهاني مطاوع ومجموعه كبيره من دفعتي وزكريا يوسف و مجموعة كبيرة للأسف ناسي دلوقتي، وسامية أمين ومرفت سعيد ونجوى أبو النجا. كنا كورس في مسرحية في سبيل الحرية. على مسرح الجمهورية. فكان صعب بقى إن أنا أجمع بين المعهد والكورة، فانسحبت من النادي. مع إنك أنت كنت بتلعب كويس. كنت معقول. كان زمانك النهارده مدرب المنتخب القومي مثلا. لا الله يخليك، دي النهارده دي على فكرة أفظع مهنة. يعني أنا مش فاهم، بس إحنا بقينا في زمن مختل بجد. يعني المدرب ذنبه ايه يعني؟ يعني ماشي واحنا ذنبنا ايه؟ ايوه لا ما هي ان الحكايه زادت قوي في الـ في الـ
ان ما بقتش رياضه انك عايز تكسب وخلاص. وبالتالي بدا خطط الدفاعيه تبقى سخيفه سخف لا يوصف. يعني الدوري الايطالي بيستفزني، يعني فرقه تجيب جون وتنام يقفلوا الجون، دي ايه كره ايدي؟ طب انا هقول لك حاجه، يعني انا عايز اتفرج استمتع. يعني الدوري الانجليزي بقى تلاقي الكاس فرقه من الدرجه الثانيه مع اول الدوري الممتاز بيلعبوا على كاس لندن انجلترا، لا في كوره وفي حماس طب انا هقول لك حاجه يعني ما اعرفش انت رايك ايه، هل تعتقد ان الهزايم الكتيره اللي عندنا في حياتنا في مصر في مجالات كتيره قوي يمكن خلت الامل الوحيد عند الشعب المصري ان هو ينتصر في كره القدم، وده البديل الوحيد اللي موجود، فلما بنهزم كمان في الكوره بتبقى العمليه كلها احباط في احباط؟ ده احد الاسباب مؤكد، لكن عندنا العاب ثانيه فيها تميز وفيها بطولات عالميه ما حدش بيركل عليها الضوء. انا بشوف مشكلتنا غياب التفكير العلمي. احنا ممكن يبقى عندنا فرقه من احسن فرق في العالم في الكوره، احنا خسرنا سباحه المسافات الطويله في العالم كله، كان كل بطوله العالم في المنش مصريين، حمل الاثقال مصريين زمان. ايه اللي حصل؟ يعني هل الكوره تلغي الاهتمام بالالعاب الفرديه الثانيه؟ يعني حرام. فانا بشوف هي غياب التفكير العلمي. احنا النهارده نعمل، يعني هديك مثال، كان في منتخب كان بيدربه هاني مصطفى، كان في طاهر ابو زيد، وعملنا الثالث او الرابع في طوكيو اعتقد، ولا في اعتقد انا وقتها اقترحت ان فريق الشباب ده نعمل نادي باسمه، نادي وكل واحد يتاخد من ناديه ويبقى ده منتخب اللي بعد 5 سنين، لان اظهروا براعه وكفاءه وتفاهم. صعب عليهم لان كمان في المنافسه الفرديه دي مزعجه في مصر، ان كل واحد عايز يبوظ نجاح الاخر. عمرو ناجح يعني يا عم دي الصدفه يا عم، ده اصل مش عارف ايه يا عم، ويتامروا عليك واتعملت علينا في القاهره والناس زمان. فانت يعني حرام ان منتخب متميز زي ده ما كناش سيبناهم مع بعض كملوا 10 سنين مؤكد مؤكد. مظبوط مظبوط. كنا كملنا، كنا عملنا نادي اسمه نادي منتخب مصر، وبعدين ينضاف له لعيبه الاخرين المتميزين من النوادي. لكن الحكايه ماشيه كده بالصدفه، اتغلبنا. ايه يعني ما نتغلب؟ يعني هشيل المدرب بكره؟ ده جنان يبقى. يعني ده تفكير عصبي. لازم ادي كل واحد فرصه يخطط ويعمل. وبعدين النهارده بقت الحكايه فعلا فيها ضغط عصبي مخيف. يعني انا بيصعب عليا حسن شحاته، وكان بيصعب عليا الجوهري قبل كده. يعني الجوهري كان خايف يتغلب فبيلعب دفاع، فبقت فرقتنا في ناس كمان بتتفرج بتموت لما نازل بيجي له سكته قلبيه بيموت. يعني اسمعني يعني بصراحه ما تزعلش مني، انا ما بتفرجش على كره مصري بقالي سنين. انا عامل اشتراك عشان اتفرج على الدوري الانجليزي والاسباني والالماني والطلياني. ريحت نفسك والله صدقني. لا بتعصب ولا بتضايق وبتعجبني اللعبه الحلوه. طيب استاذ نور، بالتاكيد في بدايه حياتك الفنيه كان في يعني نقاط ضعف، ضعف انساني. ايه اصعب لحظه قابلتها في حياتك في بدايه حياتك الفنيه؟ هقول لك، انا بعتبر نفسي من اكثر الممثلين حظا، انا وحسين فهمي، بس انا يمكن اكتر من رغم انك انت بدات كومبارس زي ما انت بقول. لا ده وانا طالب. لكن سنه ما اتخرجت اول فيلم ليا، اول مسلسل، ده الحظ ده. يعني القاهره والناس وفيلم قصر الشوق سنه 67 اللي فيها النكسه. يعني احنا الدفعه اتاخر خروجها شهرين اعتقد، اتخرجنا في اغسطس، ف 31 ديسمبر 67 يتعرض قصر الشوق اول فيلم انا فيه، ومش دور صغير. اظن قصر الشوق كان اللي ساعدك في الحصول على الدور الفنان عادل امام. مظبوط، عادل امام اللي رشحني وهو ما يعرفنيش. ما يعرفنيش، كان شافني رشحني في امتحانات حسن امام. رشحني وهو كان شافني في امتحانات المعهد بعمل هاملت. قال له كويس قوي. يعني شوف قد ايه الصفاء والحب بينا، والى الان انا وعادل اكتر من اخوات. ومستحيل هنساله ده، ان عادل اتفرج عليا وانا وهو ما يعرفنيش، ويقابل الاستاذ حسن امام يقول له بدور على ولد لدور كمال. قال له في ولد كويس قوي من المعهد كان بيعمل هاملت السنه دي. فبعت لي واختارني. فانا بعتبر نفسي من المحظوظين جدا ان اول سنه في تخرجي اخد بطوله مسلسل ودور رئيسي في فيلم مهم جدا اللي هو قصر الشوق، وخدت جايزه عليه، شهاده تقدير من الدوله وقتها. بعد قصر الشوق ده 9 سنين ما حدش بيرفع لي التليفون. قلت خلاص يبقى انا الحكايه وهم في دماغي، فشلت. وان انا مش هشتغل تاني. لولا ان القاهره والناس مستمر، اتعرض عليا افلام يعني ادوار صغيره قوي بقى، قبلتها لاني عايز ابقى جوه السينما. يعني هتلاقيني في فيلم ناديه، بئر الحرمان، زوجه بلا رجل، يمكن الدور كان كبير شويه، عديد من الافلام الصغيره. اما اشتغلت هنا جالي شهره انا مش متوقعها.
جات السينما توقفت في مصر. فمعظمنا راح لبنان وسوريا، كنا بنسافر لبنان بيروت بالذات، انا مسميها شهوه الحياه. يعني بيروت دي بلد، ليك تصريحات مهمه في سفرتك لبيروت دي مخيفه. اقولها انا ولا تقولها انت؟ إيه إيه لا اقول انت، فكرني انا ناسي والله دلوقتي. قلت ان انا رحت هناك وان انا كنت عايز استمتع في بلد كلها ملذات، كنت باخد حبوب الهلوسه وقعدت 6 شهور اخد حبوب هلوسه وبعدين جيت قررت مره واحده ان انا امتنع عن حبوب دكتور. الهلوسه من غير دكتور، وقطعت كل اصدقائي اللي كان ليهم علاقه بالحب المرحله دي اللي كنت عايشها. قلت كده هقول لك، هي لان انت واد خام من سيره زينب، اتربي تربيه دينيه في مجتمع مفتوح بيحيط بيك كل الاغراءات، فجربت الحبوب دي ووقتها عملت كذا كارثه. يعني اكون بصور في فيلم وما كملوش واسافر، ابدا فيلم في سوريا وما كملوش، ارجع مصر ففي سوريا رفع عليا قضيه. الحكايه دي استغرقت تقريبا حوالي 9 شهور من غير دكتور، من غير اي حاجه. انا رجعت مصر لقيت ما حدش عايز يشغلني نهائي بعد الرحله بتاعت سوريا ولبنان. انت فنان غير ملتزم بقى، يشغلك ليه؟ طبعا. فانا والله بحلف لك لا حد عاتبني ولا حد بتاع، لكن هم ابتدوا يرفضوني مش هيشغلوني، فلوحدي بطلت. والحمد لله ان الحبوب اللي كنت باخدها ما كانش فيها ادمان، ولا ما كنتش يعني الخطوره انك تتناول شيء صعب انك تبطله، يعني يحصل لك رد فعل عكسي لما تيجي تبطله. لا ده يعني فجاه. وضربت مثل بقى مثالي من يومها الى الان الى الان. ازاي الانسان ممكن يكون بيتعاطى حبوب ويقلع عن الادمان اللي هو في هذا الحبوب؟ وبعدين السؤال الاهم، انت ايه اللي خلاك تاخد حبوب الهلوسه؟ لا الرغبه في التجريب بس التجريب تحول الى ادمان. لا ما بقاش ادمان، لان بدليل ان انا بطلتها 6 شهور. لكن استمرار، لا مش ادمان، ده 6 شهور يعني استمرار في التجربه، لان الجو المحيط بيك بيغريك بده. لكن انا ما يعني ما، لكن جيت قلت انا هبطل على طول. لاني اما كنت هقول لك حاجه عمرو مهمه قوي، بمقدار ما عقلك يكون شغال بمقدار ما تقدر تحمي نفسك. فهو المشكل لو مخزون العقل ضعيف. فانا بعقلي يعني قلت ايه السخف اللي انا بعمله، يعني ايه الجريمه اللي انا برتكبها في حق نفسي من غير دكتور من غير اي حاجه فجاه. بس كان بقى المنتجين بطلوا يبعتوا لي افلام. ف في منتج ومخرج الاستاذ كمال صلاح الدين الف رحمه لي، بعت لي فيلم اسمه أنسات سيدات. فكان الاستاذ كمال صلاح الدين بيعمل افلام بسيطه يعني. قعدت افكر اقبل ما اقبلش اقبل ما اقبلش، فقبلت. الناس حذروا كمال صلاح الدين ان انا هسيبه وهسافر وهعمل. اثبتت في هذا الفيلم انا اول واحد بيروح، انا اول واحد مذاكر، انا اول واحد منضبط ملتزم بقى هنا. فهنا فجاه انعكس في السوق، قال لك لا ده نور بقى واحد تاني اتغير. فحد تاني جربني من يومها بقى، من يوم فيلم أنسات سيدات مع كمال صلاح الدين ده. خريج 67 وحسيت بالنكسه، شفت النكسه ازاي؟ يعني ربنا ما يكتبها على حد، يعني تدمير احلامك الجميله كلها. يعني احنا كلنا كنا بنحلم حلم ساحر يعني، وكان عندنا احساس بالعزه كبار، وكنا فخورين بنفسينا يعني قوي. فالنكسه دي بعطرتنا بجد يعني. قعدنا بعديها يعني حتى وقت بعد رحيل الرئيس عبد الناصر وقدوم الرئيس السادات الله يرحمه، واني عامل حسم لا عامل ضباب، كنا كلنا فاقدين الامل ان يحصل حرب. واستسلمنا كلنا، وبقى في حاله من العدميه يعني، ما بقاش حاجه ليها طعم. في غضب داخلي جواك، بس انت اتشرخت شرخ لانك انت في قمه احساسك يعني بالقوه والانتشاء، تكتشف انك هوى، ان حرب في 6 ساعات خلصت. يعني دي مهما اقول من كلام
هل دي اثرت عليك نفسيا؟ يعني التحول اللي حصل في شخصيه نور الشريف بعد 67 وحبوب الهلوسه اللي كان بياخدها دي مرتبطه لا لا ببعضها؟ لا, 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 لا مش مرتبطه بالحدث السياسي. لا لا, لا دي مرتبطه بغشوميه شاب مثل زينب. يعني شاب ما عندوش خبره بالحياه. طيب قصاده حياه مفتوحه. انا اعلم ان لك ميول نصريه ومحب للنصر مؤكد. طبعا شفت عبد الناصر قبل 67 ازاي وشفته بعد 67 ازاي؟ هقول لك طبعا قبل 67 عبد الناصر رمز جبار جبار. مظبوط. وما حصلت النكسة هتندهش. كان القاهرة والناس بدأت. فحد من مكتب الرئيس جمال عبد الناصر كلمني قال لي انت رايح نادي الزمالك الساعة 11؟ قلت له ايوه. قال لي هقابلك هناك. قال لي الرئيس معجب بيك وبقول لك خلي بالك من نفسك انك تكون وجه جديد محدش لسه حافظ اسمك ورئيس الدولة ينتبه ان في حد طالع جديد ممكن يبقى كويس وفي ظل الازمة وفي ظل ده يبعت لك. على فكرة انا ما قلتش ان انا ناصري الا بعد رحيله. يعني ما قلتش ان انا ناصري هو على قيد الحياة. لكن انا لا انسى ساعة خطاب التنحي كنت في بيت صديق عمر الله يرحمه 9 يونيو 67. عوض محمد عوض وكان معايا زكريا يوسف وناسي شكر عبد اللطيف كان معانا ولا لا. فتلفزيون صغير ابيض واسود كده بيت عوض لحد ما قال انا مسؤول. انا مسكت القله ضربت بيها التلفزيون وعمل قفله كهرباء في البيت وبتاع. قعدت ساعتها افكر يعني ايه حد يقول كلمه انا مسؤول؟ طب المقابل ايه انا كمواطن؟ يعني ماشي شكرا انك اعترفت انك انت مسؤول بس ايه اللي خدته انا كمواطن؟ فكان في لحظه غضب مخيفه. الشيء الغريب ان بقيه الخطبه ما عرفنا انه بيسيب كل حاجه كلنا انهارنا. قعدت افكر ايه السبب؟ ليه؟ يعني ليه غضبي في لحظه انا مسؤول وليه انهارت في بكا انا وكل اللي معايا وخرج نزلنا في الشوارع ما حدش طلعنا؟ انت نزلت؟ ما حدش طلعنا. اكتشفت احساس اليتم ان عبد الناصر برحيله بقينا يتامى. لا في عم ولا في خال يسد المكان. فانا اعتقد رد الفعل المخيف ده كان علاقه شخصيه بين الشعب وبين عبد الناصر. ان هو كان رمز لكل الاحلام. كان هو رمز الفخر، كان هو رمز التخويف، وهو رمز الحمايه. فانت فجاه اما تلاقي بعد الشر ابوك اللي هو يمثل كل حاجه في حياتك رحل. صحيح. فجاه بتبقى ضايع. وكان يعني بعديها قعدنا فتره كلنا في لخبطه. يعني حتى الراحل نجيب محفوظ بعد النكسه كتب اغرب مجموعات قصص في حياته شديده الغموض، الجريمه والحب تحت المطر وكذا حاجه انا ناسيهم دلوقتي. اما تقراهم تتخض يعني ما تفهمش حاجه اولا يعني. لكن اما عدت السنين وتيجي تقراهم تاني تشوف حيره عبقري وفيلسوف نجيب محفوظ كاتب بس فيلسوف. ان القيم اتهزت في دماغه بالهزيمه. لكنك عملت فيلم الكرنك والفيلم البعض يراه انه يدين الفتره النصريه. ايوه. السؤال هل ممكن تكون ميول الفنان الايديولوجيه والسياسيه تتعارض مع الادوار التي يقوم بادائها ومع ذلك يقوم باداء هذه الادوار؟ بشرط ان يكون مضمون الفيلم مع ارائه. ازاي؟ يعني انا ما انتجت زمن حسن زهران. انا عامل خليني افكرك. انت قلت ما انا قلت دور اسماعيل. ودور اسماعيل الشيخ اللي تعذب في مراكز القوى. الفيلم ده عملناه في لحظه استمرار الغضب من عبد الناصر، فتره عبد الناصر. بالاضافه ان انا وعلي بدرخان يعني مش بتكلم على لسانه، احنا الاثنين من الناصريين قوي يعني. مش ناصريين قوي بمعنى متعصبين ان مش مدركين ان في عيوب في التجربه، لا 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 مدركين. بس احنا من المؤمنين بالعداله الاجتماعيه، الدفاع عن الفقراء، ان يبقى في تصنيع في البلد، ان حاجات كتير. هو كان بيمثل احلام لينا. لكن احنا اشتغلنا فيلم الكرنك لان احنا ضد اي حكم بوليسي. هل انت كنت تشعر ان حكم عبد الناصر كان حكم بوليسي؟ في الحته دي. في الحته دي. وانا حتى قلت حوار ان لو اعلم ان عبد الناصر كان يعلم ما يدور في المعتقلات مش هبقى ناصري.
وهل تعتقد ان الرئيس عبد الناصر كان يعلم ولا كان لا يعلم؟ انا واثق انه كان لا يعلم بنسبه كبيره، واثق انه كان لا يعلم. طيب انت قلت حاجه برضه تصريح انا افتكرته دلوقتي، قلت اذا كان الرئيس عبد الناصر كان عايش كان هيعمل اللي عمله الرئيس انور السادات. قلت كده. ليه؟ لان ما بقاش فيه توازن للقوى في العالم، وانت مش دولة غنية بحيث انك تستمر في موقف يعني اقتصاديا يكون عندك بترول، يكون عندك حاجة انك تستمر في تطبيق سيادتك زي شافيز النهاردة. وشافيز النهاردة معرض ان يتم التخلص منه قريب، يعني كويس انه نجح في الانتخابات الاخيرة يعني. فعبد الناصر لو كان موجود النهاردة هو محاصر بكارثة، ان الجيوش الامريكية جوه محيطة بينا في العالم العربي في قواعد. صحيح. يعني انت النهاردة حرب 73، لو النهاردة الامداد لإسرائيل هيجي من دول عربية، تخيل، مش هيجي من قبرص ولا من إيطاليا، يعني ربع ساعة يبقى فيه همي يضحك وهمي بك يا أستاذ نور. فأنت شيء مغزي ان تكون يعني في قواعد عسكرية في دول عربية أمريكية. يعني أنا بعتقد ان السيناريو اللي تم وضعه بعد حرب أكتوبر من أخبث السيناريوهات، تفتيت عربي عربي، انهم يدفعوا صدام انه يجتاح الكويت، الجيش الامريكي يجي، انتهت الحكايه. النهارده حاول وبعدين يضغط عليك انك تعمل نظام اقتصادي لا يناسب امكانياتك، فانت في النهايه اما تيجي تفلفص ما تقدرش، بكره شركات تقفل وتمشي، تعمل لك مجاعه جوه البلد. فانت زمان كان في روسيا، كان الاتحاد السوفيتي وامريكا، في قوتين، كان في توازن قوى، فكان الجبهه بتاعت الحياد الايجابي بتقدر تناور على الجبهتين وتحصل على احسن مواقف. لكن لو كان الرئيس عبد الناصر في عصر رئيس السادات مؤكد برضو كان، لان هو كان وافق على مبادره روجرز. مظبوط قبل وفاته. مظبوط. لكن هل تعتقد انه كان سيوقع اتفاق سلام مع اسرائيل ولا كان لازم يمشي؟ انا فاكر مره كنت في حديث مع الفريق اول محمد فوزي ربنا يرحمه، قال لي عبد الناصر، قال لي لازم نقعد وغيرنا يوقع، مش احنا اللي ممكن نوقع. ده تصريح كالآلو يعني. انا اعتقد انه كان هيموت قبل ما يمضي، يعني لو كان مارس الضغوط عليه ومسك القلم كان هيموت وهو بيمضي، مش هيمضي. بعض الفنانين ليهم مواقف ضد كام ديفيد ومعاهده سلام، انت رايك ايه في كام ديفيد؟ هل توافق عليها؟ هل توافق على معاهده سلام؟ موافق على السلام بس وشروطه في المعاهده يعني في تحفظات على بعض الشروط. كنا نتمنى يعني ان نمارس ضغوط اكتر عشان ناخد شروط اكتر متعلقه بتسليح سيناء بس. فقط لا غير. لكن انا مع السلام، يعني هي مش شطاره ان انا اقعد احارب، يعني احارب عمال على بطال كده ومفيش امل. احنا اما كنت بنتكلم من نقطه من شويه ان للاسف احنا في زمن دلوقتي تحاول الحصول على الممكن، كل ما تتأخر تاخد أقل، كل ما تتأخر تاخد أقل. يعني أنا لا أنسى الراحل أحمد زكي جالي في البيت في شارع لبنان، كان معروض عليه رقم لشراء فيلم السادات، وبعدين هو تأخر في التسليم، حد قال له لا أطلب زيادة فما سألوش فيه، فكان يدفعه 5 مليون، فجالي قال لي رجعوا في كلامهم ثلاثة عايزين يتعرضين، قلت له انزل امضي دلوقتي، قلت له انزل امضي دلوقتي، قلت له اوعى تسمع كلام حد تاني، انزل امضي دلوقتي لانك بعد شويه هيبقوا واحد، الخمسه هيبقوا واحد. فاحنا في زمن في هذا المنهج الاستغلالي الراسمالي الصرف. راسمالي مش بمعنى الراسماليه يعني كنظام اقتصادي، لكن شراسه المال. انا بشوف ان النهارده العالم كله بيتم قيادته بمنطق الاقتصاد. اللي اقدر النهارده يعني اقدر اخده بالسعر ده والاقي حيله اخده بعد بكره ارخص، يعني زي الازمه العالميه الاقتصاديه اللي حصلت دي، يعني خلت البترول من 80 ل 40 ولا 37 صح دولار، وتم سحب اكبر كميات بهذا السعر الرخيص، وفجاه بيتعافى الاقتصاد بشكل غريب وبسرعه. فاحنا الكامب ديفيد كان طبعا هي ليها جانب سبب مشكله في العالم العربي، ان بدون مصر محدش بيحارب. فالرئيس السادات اما عرض على الفلسطينيين انهم يجوا، انا وقتها قلت مستحيل ابو عمار هيجي. ليه؟ لان قواته مفرقه في اكثر من بلد عربي ضد مصر. فلو جه هقول له خد رجالتك وروح على مصر. فكان يعني اقصد التشبيكه
اللي حصلت بعد حرب اكتوبر كانت في منتهى الخبز. ان تفتيت العرب مع بعض وكان نفكر كده بهدوء ان اسرائيل فكرت ان لو حلت مع مصر اولا يبقى هتقدر تحل مع لا احتمال اي حرب انتهى. بدون مصر محدش بيحارب، والدليل اهو ان 73 للنهارده محدش حارب. امتى حسيت انك انت اتظلمت؟ وقت ناجي العلي. هي وقت ناجي العلي بشكل كبير جدا، والاسبوع اللي فات ظلمت في ايه؟ يعني الاشاعه السخيفه اللي طلعت في الجرايد اللي بلا سند يعني. يعني هنا يصعب عليك نفسك يعني. يعني تاريخك الطويل، معرفه الناس واجهزه الامن بيك، انت مين؟ تاريخك ايه؟ سلوكك ايه؟ ويسمح بنشر خبر سخيف زي ال 12 ده بلا سند بلا امر نيابه لصالح مين؟ بس انا سؤالي للي سمح بده لصالح مين؟ يعني لصالح مين تشويه صورتي؟ تشويه تاريخي؟ والحمد لله انا يعني ده كان احساسي يوم النشر يعني. بس بعديها بيومين قرار النائب العام وقرار المجلس الاعلى للصحافه خلاص انا خلاص. بس وقتها انا كنت متغاظ وصعبت عليا نفسي بجد يعني. احكي لي ملابسات الموضوع، انت يعني تلقيت الخبر ازاي؟ يعني هو طبعا الموضوع اللي يعني ان في صحيفه من الصحف التي تصدر بترخيص اجنبي من الخارج نشرت موضوع مدسوس على صدر الصفحه الاولى في اساءه لحضرتك واتهامك انت وبعض الفنانين المصريين انكم في شبكه شذوذ جنسي، مظبوط؟ هذا كلام نشر في هذه الصحيفه وكانت توزع في الاسواق المصريه. ايوه. تلقيت الخبر ازاي؟ واحكي لي رد فعلك ايه وعملت ايه؟ لا هقول لك، انا ما بقراش جرايد دي اساسا يعني. فانا ما اعرفش. انا صلاح السعداني كلمني الصبح وقال لي اشرف زكي عايزك، كلمت اشرف قال لي تعالى، قال لي في جورنان كاتب الكلام السخيف ده. وانا رايي نطلع على النائب العام، طلعت على النائب العام. يعني انت اول مره تقرا الجورنال كان في عربيه اشرف. اشرف. وعملت بلاغ في النائب العام، حولني على النيابه، عملوا معايا محضر في النيابه. نيابه جنوب القاهره. نيابه جنوب القاهره، وروحت على البيت. والحمد لله اني تاني يوم لمست رد الفعل في الدفاع عني من كل الصحافه المصريه المستقله والقوميه وفي البرامج التلفزيونيه القنوات الخاصه، وبشكر قناه دريم على موقفها الشريف، وبشكر كل القنوات الاخرى اللي دافعت عني. اللي اسعدني ان تم اتخاذ قرار اعتقد انه اسرع قرار في تاريخ مصر. صحيح. بمنع تداول الصحيفه، وايضا قرار معالي المستشار النائب العام باحاله المتهمين الى المحاكمه الجنائيه يوم 14. مظبوط. ما سالتش نفسك اشمعنى انا بالذات اللي اتهموه في تهمه الشذوذ الجنسي؟ انا مش فاهم، ما ده اللي جنني يعني. يعني ده اللي جنني ليه؟ ليه؟ ما طلع عني اشاعات قبل كده جواز وطلاق ومش عارف ايه كتير كتير، ما ردتش عليها. هم يبدو افتكروا ان انا مش هرد المره دي. بس دي مش اشاعه يا استاذ نور، ده 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 مكتوب موضوع ويقول لك والنيابه افرجت عن نور الشريف بكفاله. ايوه طبعا. المضحك ان انا كنت بره مصر. كنت فيه. يعني دليل كذبهم يعني. ان انا كنت بره، انا من 27 رمضان كنت في رحله انا وفاروق الفيشاوي وهاني مهنا ومراته وبنته هنان. خدنا مركب كده في البحر المتوسط جميله. سبع مواني في 8 ليالي. يعني هذه الفتره انت ما كنتش في مصر اساسا يعني، تخيل. يعني الشيء يحزنك بجد. اصل يعني دايما الناس تتساءل، يعني احيانا كده نجد اتهامات لفنانين في اماكن معينه ما يردوش، لكن نور الشريف له قيمه كبيره جدا وله هاله كبيره وله احترام كبير عند المشاهد المصري والعربي. اشمعنى نور الشريف تحديدا يوجه له هذا الاتهام، او ليه يقال ان نور الشريف في شبكه شذوذ جنسي؟ اشمعنى نور الشريف؟ مش فاهم. هل انت عندك رد على السؤال؟ خالص نهائي. يعني لما يجي البعض قال لي يجوز مسلسل ما تخافوش هو احد الاسباب. هل تعتقد ان مسلسل ما تخافوش كان وراء ترويج هذه الاشاعه؟ ممكن. مين اللي وراء؟ يعني انا قريت ان الوكاله الفرنسيه كانت نشرة تقرير بتقول فيه ان احتمال ان تكون اسرائيل وراء ترويج هذه الاشاعه ردا على مسلسل ما تخافوش. توافق على الكلام ده؟ يعني ما اقدرش لاني ما عنديش يقين. احساسك الداخلي ان لا 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 يعني يجوز دي جزء. لا لا في اسباب تانية. عدوك ابن كارك، هل عدوك ابن كارك هو اللي عمل فيك كده؟ ممكن. ليه لا؟ ليك اعداء؟ مؤكد. مفيش حد ملوش اعداء انا ما اعرفهمش.
اكيد اه لان بعيد ولا تعرفهم مش عايز لا 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 انا لا لا انا انا يا عمرو انت عارفني انا بخرجش من البيت ده غير على التصوير صحيح مظبوط فانا يعني الله اعلم يعني ما بعرفش مين عدوي ومين حبيب بس ما فيش حد ناجح او حتى فاشل وما ليش اعداء الناس يعني طبيعتها انت جواك ما سالتش نفسك اشمعنى انا بالذات اللي يكتبوا عليك الكلام ده ما انا سالت نفسي وده اللي مسبب لي حزن يعني قالوا الشبكه دي فيها نور الشريف خالد ابو النجا حمدي الوزير عبد الوزير ما طبعا يعني لكن اكبر اسم فيهم نور الشريف اشمعنى نور الشريف ما انا ما ده اللي مجنني وانا يعني ما كانش في اي شبهه حواليا في اواضي من هذا النوع قبل كده طيب هل تعتقد ان الخبر اللي نشر في صحيفه اخرى مجهل ان هما تم ضبط فنان كبير وفنان صغير في موضع شذوذ جنسي في غرفه في فندق من احد فنادق القاهره لما تم ربط هذا الموضوع بهذه الاشاعه ممكن ده هو اللي ادى الانطباع لا لا الاخبار اللي بدون اسماء دي ما حدش بيلتفت لها عليها يعني هي ماده مسليه للنميمه احيانا بتبقى مسليه لو حطوا اول حروف الناس تنمي هو مين يعني كانك بتعمل فوازير زي الموضه بتاعت الايام دي بس هل معقول ان الفنان اصبحت رخيصه لا بس هنا الدرجه انه اصبح يعني يستغل كنوع من الترفيه للقارئ المصري الجريده دي ما نشرتش اسم ما نشرتش اسماء لكن انا بقول ان هي للاسف شديد ان اوقات كتير بيحصل اتهامات انا ليا طلب واحد كمواطن مش كان ممثل ولا شخصيه عامه لا ان بس يتم تغيير القانون ان لا يتم النشر في اي قضيه الا بامر من النيابه بس هو القانون مع اساسا عدم قانون الصحافه اساسا انا اوضح لك يعني وانا صحفي يعني اوضحها لك بيمنع اساسا نشر اسماء المتهمين او صورهم او اي شيء في قضايا الا بعد صدور حكم قضائي نهائي كمان ده على فكره ده ميثاق الشرف الصحفي اللي احنا بنقراه ومتعلمينه وبنقسم عليه في اول يوم بناخد بنخش فيه النقابه يعني ما يحدث هو تجاوز عشان كده احيانا بيضطر القاضي او المستشار في بعض القضايا انه يصدر حكم قضائي بمنع النشر رغم ان قانون الصحافه بيمنعنا من النشر يعني انا اظن ان العمليه دي ممكن تبقى دعوه للسيد نقيب الصحفيين لتفعيل ميثاق الشرف بالظبط انا بشكرك يعني بدعو السيد نقيب الصحفيين لتفعيل ميثاق الشرف فعلا لانه بيمنع نشر هذا الموضوع رئيس تحرير الصحيفه اللي نشرت هذا الموضوع ظهر في احد البرامج اليوميه مع زميلي معتز دمرداش وقال ان هذه القضيه جاءت بتسريبات من مباحث الاداب هل لك تعقيب على هذا الكلام؟ أشك تشك؟ أشك يعني إيه مصلحة وزارة الداخلية تشوه صورتي؟ إلا إذا كان الاثنين الضباط دول بيشاوروا حساب نفسيهم يعني صح يعني هل تعتقد أن كان المطلوب من هذا الموضوع أن هو يفجروا قضية رأي عام عشان خاطر أي سبب من الأسباب؟ ما فيش مشاكل كبيرة محتاجة قضية للغلوشة ليه السكر زيادة؟ مش زيادة أو يعني زاد إيه السكر يعني؟ يعني ما هو في زياده في الاجر وفي زياده في حاجات كتير لا مش هي دي يعني مش للدرجه دي ان زياده السكر تفتح تحتاج فضيحه للتغطيه عليها لا طب انت لما رحت للنائب العام قلت له ايه في البلاغ بس قلت له انا عايز حقي فقط لا غير انا عايز تحميني انا كمواطن مصري عاوزك تحميني لا يوجد اي دليل انا كنت يعني حتى لما ذكرتش حكايه ان انا بره مصر عن قصد على فكره فين المحضر فين المحضر؟ فين النيابة اللي قالوا عليها؟ يعني حتى صياغة الخبر متفبركة زيادة عن اللزوم. من 5 ساعات في النيابة يا سلام. فين ده؟ حصل فين؟ عايز أعرف يعني. وشكرا لوزارة الداخلية أصدرت بيان إن مفيش أي صحيح. محضر. وشكرا للنيابة. النيابة العامة قالت إنه لا توجد أي قضية في نيابات الأزبكية أو نيابات جنوب القاهرة مظبوط؟ أو وسط؟ فدي إحنا في زمن الإثارة للأسف الشديد. الإثارة في كل حاجة. طب تفتكر مين ورا الموضوع ده؟ لا ما انا مش عارف بقول لك والله انا هتجنن عشان اعرف يا ريت اما تعرف تقول لي يعني رئيس التحرير نفسه اعلن قال لك احنا خدنا هذه المعلومات واستقيناها لان ما اعتقدش ان في حد هيروح يالف موضوع وينشره بالاسماء يعني اسمح لي اذا كان ده ممكن يحصل يبقى ده نوع من الشتت او التهور انا مستني المحكمه انا راضي بحكم المحكمه واتمنى ان حكم المحكمه يكون غير انه يديني حقي يقول لي الحقيقه يعني التحقيقات قبل صدور الحكم اتمنى توصلني للحقيقه لان ساعتها كل يوم موقف تاني خالص مش من حق حد يشوه سيره حد طبعا عايز تفسير جورنال اللي نشر هذا الموضوع جورنال يصدر طبقا للقانون المطبوعات الاجنبيه وكان يمكن للحكومه ان تصادره قبل ان ينزل الاسواق تفتكر الحكومه ما صدرتش الجورنال ده ليه انا سالت السيد انس الفقي وزير الاعلام قال لي لو صدرته هيتشهر اكتر والناس هتبحث عليه وهيطبعه هو نسخه ثانيه يعني تبقى فضيحه كانها حقيقيه
وقال ده لأشرف زكي ان هو مرضيش يمنع الجورنان عشان الجريده ما تكتبش ان الدوله منعت الجورنان عشان بتسيء لنور الشريف. ده رد السيد انس الفقيان. طيب انا يمكن ما بحبش اتكلم في موضوعات خاصه كتير، انت عارف انا بحبك قد ايه طبعا وليك تقدير عندي وعند ناس كتير. 30 سنه قصه حب بينك وبين الفنانه الكبيره القديره الفنانه بوسي، وبعد 30 سنه يحدث الطلاق، ولغايه النهارده سيادتك والفنانه بوسي كل واحد فيكم رافض انه يقول الطلاق حصل ليه. الطلاق حصل ليه يا استاذ نور؟ ابدا، لحظه جنون مننا احنا الاثنين. وعلى فكره احنا مش متخانقين، يعني اول واحده بكلمها وانا عند النائب العام هي، وهي اللي تقول لي حول عمرو بيتكلم عليك، حول منى بتكلم عليك، حول على مش عارف فين انهي قناه. فالعلاقه بيني وبينها لا يوجد اي خلاف، لكن هي لحظه جنون ومدين لنفسنا مهله احنا الاثنين فقط. يعني هل في احتمال ترجعوا لبعض؟ ان شاء الله في احتمال كبير باذن الله. انا أعتبر اعتبر ده خبر، احتمال كبير بنسبه كام في المية؟ لا 90%. يا خبر سعيد لجمهور مشاهدي برنامج واحد من الناس، عوده نور الشريف وفوسي قريبا جدا جدا، ده من اجمل الاخبار اللي انا سعيد بيها النهارده بجد. ده خبر جميل جدا، الله يخليك، ان تعود المياه لمجاريها ان شاء الله، خصوصا ان في بنات وما فيش خلاف صدقني. يعني والله ما في خلاف، يعني هي كل يوم هنا واما بتسافر هي لوحديها الاول حد يجيب له هدايا، انا ولما سافرت اول حد جاب لها هدايا هي، يعني ما فيش، يعني هي بس فتره جنون. حسيت بحبها ليك في الفتره دي اكتر؟ طبعا، كانت واقفه جنبك طبعا ثانيه بثانيه ثانيه بثانيه. هل ساعتها ندمت ان حصل الطلاق بينكم؟ صدقني لحظه الطلاق دي كانت لحظه جنون زي ما بقول لك والله، وهي في الحياه في لحظات جنون الانسان ما بيفهمهاش. بس احنا مدين نفسينا مهله احنا الاثنين، الامور كلها تهدى يعني وقريبا جدا ان شاء الله. خلاص ده خبر سعيد، انا بقول لك مبروك مقدما يا رب بجد والله. انا سعيد بالخبر ده، مش عايز اقول لك انتوا بتمثلوا لناس كتيره جدا في الرومانسيه نموذج رائع. الحمد لله، قصه حب نور وبوسي. الحمد لله. نستكمل حوارنا مع الفنان الكبير نور الشريف الاسبوع القادم ان شاء الله، فتابعونا. ساعات بيقولوا ما فيش دخان من غير نار، وساعات بيقولوا دور ولا كيد النسا. هل تفتكر ان ممكن يكون كيد النسا ورا هذا الموضوع؟ ده تفسير جديد على فكره. هل تعتقد ان الموضوع دوت ممكن يكون في خلاف بينك وبين جهه من الجهات؟ هقول حاجه للناس ما كنتش عايز اقولها. تسمع بعد بين الحين والاخر ان في شواذ في الوسط الفني؟ احد حقوق الانسان اللي امريكا والامم المتحده والكل بيتاجر بيها حق الشذوذ. كيف ترى تزاوج السلطه مع المال؟ بيؤدي الى كارثه. هل انت راضي عن وجود وزراء من طبقه رجال الاعمال في حكومه الدكتور احمد نظيف؟ ما ينفعش طبعا يا اخوانا، جرى ايه؟ ما ينفعش طبعا. كيف ترى اداء حكومه الدكتور احمد نظيف؟ سؤال محرج قوي. وانت شايف الحكومه دي لازم تستمر؟ والله المشكله انها مش في ايدك الحكايه. البعض بيتهمك انك انت نافقت وجاملت الرئيس مبارك عندما قمت بعمل دوره في مسلسل اذاعي. انا برد له جميل جميلين في الاكل. مين افضل استاذ نور، الحزب الوطني ولا الاخوان المسلمين؟ والله لا ده ولا ده. هل انت شايف ان احنا في مصر عندنا حريه انتخاب ولا يوجد تزوير في الانتخابات؟ لا، بس التزوير بيجي بطريقه ثانيه دلوقتي. تنتخب مين من السبعه دول؟ عمرو موسى.